السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعين الأعزاء. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. ضربها وخنقها وأحرق جثمانها، القصاص من جاني قتل مقيمة. تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني عصام اليوم الأربعاء 8/2 عام 1443 بسجون منطقة المدينة المنورة. أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القصاص حدا في الجاني عصام محمد هلال علي مصر الجنسية، الذي قتل عائشة محمد البرناوي مقيمة بطريقة غير نظامية، وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها. وجاء في البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية. صدر بحقه حكم يتضمن ثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها عمدا وعدوانا، وهي في مأمن منه، والحكم عليه بالقتل حدا. وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.